اسكت اسكت خالص، الموضوع راح لحل واتقفل، ما تفتحوش بقى دلوقتي. مش انا اللي فتحته، اللي حصل له هو اللي فتح الموضوع دي. انا اللي استغليته وانا اللي اذيته. خلاص يا اخوي، زي ما اتقفل زمان يتقفل دلوقتي. بقول لك ايه، استغلتني واذيتني في يابا وانا صغير. بقول لك ايه، استني يا ام، وايه اللي حصل لي وانت كنت السبب فيه؟ سببك في حلو دلوقتي وتعال عشان تفطر معاي. استني يا ام، انا بقول ما ترد يابا. يعني كنت باخدك معايا وانت صغير، علمتك حاجات كانت اكبر من سنك، فتحت لك الدنيا، بس كانت الدنيا جديده عليك ما قدرتش تستحملها، والنتيجه اهو الحاجات اللي انت بتشوفها دلوقتي. ما تقول يابا الحقيقه. رجاله انا هكدب ولا ايه؟ ها؟ عن اذنكم